السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم شباب بنات، ربي يحفظكم الغالين، تحياتنا لكل المتابعين. وصلتنا وجبة بالة أصلي أكيد مو تجاري، نوعية حجري، يعني التايرات حجري، يستخدم مال التعليم، يعني أي مبتدئ يستخدم هذه البالة الأصلي الحجري يكون بسهولة، وخاصة اللي يخاف من الوقعة وكذا هذا بثبات أكثر من الجيلاتين. وذني جبناهن، طبعا احنا ما نجيب حجري بس جبناه لهم بالة أصلي كلهم، يعني مو تجاري. هاي النوعية هذا يلبس من 39 لل 41 42 بناتي، طياراته حجري، تعليم ما تعليم ويمشي، يعني مو ما يمشي لا نهائيا، يمشي سريع وهذا، بس مو مثل جيلاتين او نقول هذا مال المعترفين، لا مو المعترفين مال المبتدئ. السعر 15000 دينار سوينا لكم، لان حصلناها بسعر مناسب نحسبه لكم ب 15000 دينار. الوان حلو، نظافه 100%، هذا يجي كله قياطي، سعر 15. ولا تنسون مو تجاري، يعني قوه ومشي عادي ما بي اي مشكله، من 29 ل 32 هذا حجري، تدريب تعليم ما بي اي مشكله، نظافه 100% بناتي، من 26 ل 29 هذا بناتي، سعر 15. هذا جيلاتين بس نحسب وياها، يكبر ويصغر، جيلاتين ثلاث تايرات. هذا هم حجري بس كلش سريع ونظيف، يتكبر ويصغر للأربعين قياسه، هذا كلش نظافه حجري مال تعليم، مال يعني واحد صار الأسبوع متعلم يقدر يستخدمه براحته، مو سريع كلش، يسيطر بيه اكثر، لان باله اصلي مو تجاري. ذيك النوعيه التجاري احنا نحذر منها ما يفيد. وهذا نفس الشيء من الكبار والصغار، من 29 لل 32 31 يلبس، سعره 15000، نوعيات نظيفه وحلوه. تحتاجون كتبونه بالتعليقات، بس لا تنسون الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس، وأي شيء تحتاجون بس كتبونه بالتعليقات. تحياتي لكم، ونكمل وياكم يا الغالين وجبة ثانية. طبعا ليش الوجبة اللي قلت لكم عليها البالة الأصل الحجري، هسه عندنا وجبة بيها كيتو، يعني نوعيتين ونوعيات كلها بالة أصلي. هذا الكيتو باقي آخر قطعة، هذا ما مستخدم قلنا، اسعارهم خاصه يجي ويتدلل. وهذا الكيتو 45 46 يلبس، هذا البريك وهذا الدور بريك، نظافه 100% يفرق عن القطع الباقيه. تشوفون النظافه، جيلاتين كيتو زامين يجي، السعر اللي يوصل يتدلل، خدمه توصيل ما عندنا، يوصل بعيني، يوصل انه يجي بخدمته. هاي النوعية الراقية كلش، مال استعراض حركات قفز، نوعية حديثة، جيلاتين اصلي. اللي يحب هاي الوجبة يوصل وبعيني يتدلل. وهذا 45 46 ب 47 نفس الموضوع. يوصلنا وبعيني، هاي اللي يسموها النفط الاصلي، نوعية الجيلاتين، سرعة قفز بحركات حلوة. 45 46 يلبس، قالبة كبير، يوصلنا وبالخدمة. وياهن سكيت الأميرة، هذا يابا شوفوا الأميرة، يتكبر ويزغر، يلبس ال 34 33 تايرات ليد، اجه تايرات ليد بي،
كلش حلو، لا صوت لا هذا جيلاتين يتكبر ويتصغر بهذا الشكل. هذا سعره 25، السعر 25 نبريد، شيء حلو مرتب. تحياتي لكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس، وش تحتاجون تكتبونه بالتعليق. تحياتي لكم. السلام عليكم شباب بنات، ربي يحفظكم يا غالي، وتحياتي لكل المتابعين. جبنا لكم وجبة سكيت ماجريت، نوع انواع راقية، ارقى انواع بالعالم يعني. تستخدمونه في سايد، يستخدموها بالجليد هذا الاخضر وغيره، ذني شوية فاشلات ويأذن الرشد اللاعب. فجبنا لكم نوعيات كلش راقية اللي محب او يعشق هاي الرياضة الجليد. لكم هذا اللون، شوفوا شلون نوع راقي، شوفوا لكم القياس، هذا قياس 42-43 لبس، مريح جديد نظيف، شيء مميز. بناتي ولادي يشتغل ما كان مشكلة. هاي السكينة مالته، هل تشوفوا قدامكم شيء راقي. سعر 50,000، سعر 50,000، ماركة أصل الدعم. هذا الأتشوال معروف نوعية الأتشوال، هذا 43-44 هذا الشكل. سعر 50، لأنه جدد يعني، جدد جن كل الجديدات نظاف يعني، بعتهم بالعلامة وما استخدم هاي العلايم ما تدان تنتبهون على أنواع الأشوار. هذا الأشوار نفس السعر طبعا، نكون وجبة واحدة من 33-36، هذا يكبر ويصغر. هاي العتلة تكون فوكس ليت، هذا منها يكبر ويصغر. هاي العتلة ما مستخدم، هذا السعر 50، ما مستخدمات مو مستخدم، كلهم جدد علايم علايم، كلهم بيها فراثن حماية، يكبر ويصغر. هاي العتلة والنوع اتش واي. يكبر ويصغر من 36-39 قياسا. سكيت مرتب، يكبر ويصغر. هاي دقمة واحدة تضغطها، تضغطها يكبر ويصغر. سعر 50، جددنا واستخدمنا، شيء بسيط جدا. هذا ما نستخدم نهائيا، شوفوا لكم قياسه، تصميمه كلش حلو. هذا يلبس من 32-35. بناتي يجي كعب، سعر 50، هذه النظافة وهذا الشكل. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس، ودعمونا بلايك، وش تحتاجون تكتبونه بالتعليق. تحياتي لكم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.